هناك بعض الفوائد الصحية من إضافة الأسماك إلى النظام الغذائي اليومي للمرأة الحامل، وتشمل هذه الفوائد ما يلي: تعد الأسماك مصادر قوية للبروتين الخالي من الدهون، وهو حمض أميني أساسي يدعم نمو الجنين، كما يساعد على تكوين خلايا الطفل للشعر والعظام والجلد والعضلات. كما تعتبر الأسماك مثل السلمون مصدر كبير لحمض الدوكو ساهيزيونيك، هو حمض أوميجا 3 الدهني الذي يعرف بأنه يعزز من نمو الدماغ ونشاطه. يتم تسريع نمو الطفل بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. من المهم بشكل خاص استهلاك الأسماك خلال هذه المدة. إن الإمداد الجيد من أوميجا 3 مفيد للنساء الحوامل لتعزيز نمو ذاكرة الطفل، وكذلك تحسين نشاط الدماغ. ويوصى أيضا بزيادة تناول حمض الدوكو ساهز يونويك وأوميجا 3 الدهنية من خلال تناول الأسماك أثناء الحمل وما بعد الحمل، هذا لمحاربة تقلبات المزاج ونوبات الاكتئاب. إذا كانت الأم الحامل تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن تناول السمك يمكن أن يخفض ضغط الدم، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالسمك يقلل من تخثر الدم ومستويات الدهون في الدم، مما قد يقلل من خطر السكتة القلبية عند النساء الحوامل. كما تتعرض النساء الحوامل التي يعانين من تناول كميات كبيرة من الأسماك بالإضافة إلى أوميجا 3 الكافية، إما عن طريق الأسماك أو المكملات الأخرى، إلى انخفاض خطر الولادة قبل الأوان. ويحتوي السمك بكل أنواعه على كمية وفيرة من العناصر الغذائية الهامة مثل السيلينيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك، ويعتبر السمك من أصدقاء القلب، وهو مفيد لقلب الأم والجنين. ويعتبر السمك من الأطعمة القليلة في السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يحتوي على قيمة غذائية عالية، وهو من الوجبات المشبعة. كما يعتبر السمك من المأكولات البحرية التي تغذي عقل الجنين، وينصح به للحصول على طفل ذكي. وينصح بتناول السمك للحصول على وزن للطفل مثالي وصحة جيدة ومناعة عالية. كما يحمي السمك الجنين من التشوهات الخلقية، ويضمن له النمو السليم في داخل رحم أمه، كما يقلل من خطر إصابة الحامل بسكر الحمل. ويعتبر السمك من الوصفات الناجحة لعلاج الأرق الذي يصيب الحوامل، حيث يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين دال. والحوامل التي يعانين من الأرق وقلة النوم ينصحنا بتناول سمك السلمون على وجه الخصوص، لكن يفضل للحامل أن تبتعد عن الأسماك التي تحتوي على نسبة من الزئبق، لأن تراكمه في جسم الأم في حال كانت تتناول السمك بكثرة يؤدي إلى حدوث تشوهات في الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يعرض الأم إلى خطر التسمم.